أهداف التنمية والاستدامة 2030. كما اعتمد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو المبادرات التي تقدم عليها مملكة البحرين. أولاً، إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والاقتصاد والتحول الرقمي. وسوف تبادر مملكة البحرين زيارة القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة. نحن القادة العرب ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجوير ومحاولات التهجير الرسمي، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. حقيقة تميزت هذه القمة عن الكثير من القمم الأخرى لأنها اتسمت بالسلاسة الشديدة، بساطة والهدوء، ولم يكن هناك أي خلافات، بل هيمنت بالكامل القضية الفلسطينية والوضع في غزة ومسألة رفح على أعمال هذه القمة.